برشا يقولوا نجاح يعني ثورة الجزائر واستقرار الجزائر مربوط باستقرار تونس ونجاح، وإذا راحت الجزائر راحت تونس، صحيح؟ ممكن صحيح، خاطر الدول زوز يتشاركوا معناتها، أما فما حاجة إنه الجزائر يعني ما الجزائرية يعني ما يحبوش التوانسة في معاملتهم يعني. معلش مثلا تلقى إنسان جزيري ما يفرحش بالتونسي والتونسي يفرح به. استقرار الجزائر هو جزء من استقرار تونس، استقرار تونس هو جزء من استقرار الجزائر، باعتبار الرابطة التاريخية اللي تجمعنا، باعتبار الرابطة حتى الدموية دونك كل ما هو استقرار وكل ما هو ازدهار لتونس وللجزائر يخدم مصلحة الدولتين، الحدود الغربية التونسية، الحدود الشرقية الجزائرية، هم خط واحد، هم تواصل، هم تاريخ، هم ثقافة، هم تقريبا تاريخنا تاريخ بربر، تاريخ شمال افريقيا، معناها تونس راي افريقيا تسمت على اسم افريقيا، دونك استقرار تونس هو استقرار للجزائر. نحكيو اليوم على الجزائر، الجزائر اللي تشهد نقطة تحول كبيرة، نقطة تاريخية في تاريخ الجزائر، رئيس الجديد ومسؤولين وسياسيين جدد، حسب رأيك؟ برشا يقولوا إذا نجحت الجزائر من الفتن فقد نجونا، يعني مربوطة بنجاح تونس ونجاح تونس، صحيح هذا؟ في أمور كي من هذا تنجم تقول صحيح وتنجم تقول لا. تنجم تقول، أنت قلت لي سؤال أني يعني الجزائر تنجم بأمور الاقتصادية تنجم تكون ناجحة، نحن ننجحوا لأن خاطر الجزائر ناجحة. نجاح الجزائر مربوط بنجاح تونس؟ لا، كل واحد بنجاحه. نعم مربوط بنجاح تونس، لكن إذا كان الجزائر تنجح حتى تونس معها. نحبوا ماذا بينا الشعب الإسلامي كله يكون نظيف. هذاك علاش؟ ماذا بينا نحن كل شيء يكون مرق وتنجح تونس وتنجح الجزائر. نعم نجاح الجزائر مربوط بنجاح تونس. احنا كي تركح الجزائر معناها تبدا الأمور مرقلة والاقتصاد معناها في الجزائر يبدا مرقل، كيف تونس تنجح؟ خاطر تو احنا مثلا في عند راهم، أنا من ود جندوبة والحدود الجزائرية مع جندوبة مثلا في بابوش ولا عند راهم، فهمني؟ معناها غاديك كي تبدا تزاير مريقلة الناس تجي لتبرقوا عند راهم وسووا، فهمني؟ والحركة موجودة والاقتصاد موجود وكل شيء، فهمني؟ كي تبدا تزاير داخل بعضها اوتوماتيكو مو باش تونس ماهيش باش تركح، سيرتو القطرين الليبي والجزائري، واحنا جينا في الوسط معناها مربوطة مربوطين ببعضهم. بالطبيعة مربوطة. تونس والجزائر برسك دولة واحدة وأمنهم من أمن واحد ونتمنى هالتحولات في البلدان العربية مثلا اكزامبل تونس والجزائر تكون تحولات منها ناجحة وتكون لازم جذرية، معناها مش خاطر انا نشوف تو التحولات في تونس وفي الجزائر وفي البلدان العربيه مش معناها تحولات جذريه جوهريه، ثم هي تحولات عراضيره، فهمتي؟ خاطر نحن ناقصين شويه، تعليمنا ناقص، معناها ما ناش عندنا مفهوم صحيح للثوره ولا للذات البشريه ولا للدنيا ولا للعالم ولا للمعرفه. احنا مربوطين ببعضنا، المغرب العربي كله مربوط ببعض، كلك سوا معناها تونس مربوطة بالجزائر والجزائر مربوطة زيد بتونس، فهمت؟ والثورة متاعهم هما تعنينا برشا احنا، فهمت؟ كي تبدأ البلاد رايضة في الجزائر احنا نكونوا نفس شعب واحد، احنا جزائر شقيقة. المغرب العربي بصفة عامة معناتها كي صارت الثورة في تونس معناتها تحولت الثورة بشوية بشوية للبلدان العربية الأخرى كما مصر كما ليبيا، معناتها العالم العربي كامل بصفة عامة مربوط ببعضه. توا كما نشوفوا توا حاليا تونس معناتها مستقرة على ليبيا كيفاش كانت، معناتها نحن كنا معناتها قبل
معناتها نتمعشوا من ليبيا ومعناتها نمشيو نخدموا على رواحنا غاديك. توا كي وقفت ليبيا غاديك وصارت فيها الحرب معناتها ما عادش معناتها التوانسه يلقاو كيفاش يمشيو ويجيو. دونك خويا الجزائر اذا خويا باش تقعد هكا معناتها تونس معناتها عندها دور كبير معناتها باش يصير فيها في الدور الاقتصادي. خويا احنا والجزائر بلاد واحده، كان الجزائر اللي بس عليها واحنا اللي بس عليها، كان هي تتعب احنا نتعب وعلاقتنا ومعناها ومصالحنا مع الجزائر، مع الجزائر ومع ليبيا. نحكيه شوية على الجزائر وعلى الحدود الجزائرية مع تونس وعلى الأوضاع والعلاقات التونسية الجزائرية. حسب رأيك يعني نجاح ثورة الجزائر من الفتن مربوطة بنجاح تونس ومستقبل تونس؟ والله هما حالة وإحنا حالة، هما حالة على كان جماعة النظام السابق وكل شيء، ولهنا مركز شغل ويحبوا كرامة وحرية أكثر في هريته، ما الوضع يتغير معهم هما مش كيف كيف، هما نوع وإحنا نوع فهمت، وهما كل جايبينها السلمية ومن بعد دارت فيها واحد شوية عنف، ولهنا يا أخويا حبوا ناس تخدموا وتحب ناس تاكل وتحب قفة المواطن هذيك هي الحكاية. لنا ممكن يكون مربوط بنجاح تونس، إن شاء الله ربي معهم أخوانا الجزائريين، وتحية الجزائر وتحية تونس. طبعا طبعا ثورة معناها دولة الجزائر هي تقريبا هي اللي يحمي تونس، يحمي ثورة تونس، ويبدو أن الأمور ماشي في الاتجاه الصحيح حسب ما نسمع في كلامك اللي تسألي فيه، كأنه ثم هكا شوية خوف. لا بالعكس، الجزائر وأنا معناها نحيي سيد رئيس الجزائر المنتخب اللي معناها وانتخبوا شعب جزائري، ربما مازالوا مش فاهمين، أما أول تصريح إعلامي كان قال فيه الرئيس فرنسا قال له استكفى بنفسك، وهذا مؤشر إيجابي جدا يؤكد على معناها الاستقلال القرار السياسي والسيادي في معناها منطقة المستعمرات الفرنسية. إن شاء الله باش تكون هذه انطلاقة جديدة. احنا مانيش ضد فرنسا، لا، احنا نتعاملوا بالمثل، اربح نربح، مش انا نتعب وانت تهيمن على القضية. وثم والدليل على ذلك وانه استقالة وزير البحث العلمي خلبوس ومشى للجامعة الفرنكوفونية، استقال في ظرف ربما استثنائي، كان ينجم يصبر على الاقل جمعتين ثلاثة. الجامعة الألمانية اللي كانت باش تقام في تونس وبتمويل ألماني وبتجهيزات والكل، ربما باش تفتح آفاق كبيرة 3000 طالب في ميدان في علاقة معناها في الجامعة بارتباطها بمؤسسات الاقتصادية ولا بالمحيط الاقتصادي والاجتماعي، هذه تحولت إلى الجامعة الفرنكوفونية، وهذه أكد لك على معناها حرص فرنسا على استعمار، على اعتبار معناها البلدان اللي تتكلم باللغه الفرنسيه الفرنكوفونيه تعتبرها اللي هي الخلفيه نتاعها، وهذيك ما تعتبرش دول ذات سياده واستقلاليه. بالطبيعه مربوطه بنجاح تونس ومستقبل تونس، خاطر سوى الجزائر كي بعض كي الجزائر ولا تونس كيف كيف، ما تنجح الجزائر كان تونس، ما تنجح تونس كان بالجزائر. والله المغرب العربي بصفه عامه مربوط ببعضه كله، ممكن سواء تونس الجزائر المغرب ليبيا كلهم مربوطين ببعضهم، اذا كان هذيك تبدا رايدة راي الاخرين كيف كيف، اذا كان تصير اي حاجه في بلد منهم البلد الاخر ما يبقاش يعني رايد لغتنا معنا. علاقتنا به مع الجزائر حد ما ينجم يشك في هذا، لكن علاقتنا باش تصبح وطيده اكثر مع الدوله الشقيقه شنو يلزم؟ تقريبا اذا كان يقول لك ما يتقاربوا ولا ما يتشابهوا، هذا المثل الشعبي. توا يبدو ان اتجاه الثوره التونسيه اللي معناها لتحقيق الحريه، راهي الحريه والشفافيه والديمقراطيه هي اللي تصنع التقدم لاي دوله في العالم، والبلدان الغربيه وخلينا الناس اللي يقولوا لا الثوره جابتنا، نقول لهم لا اصبروا شويه، راهو ما يجيش، راهو اللي معناها ما تنجمش انت تزرع شجره في نهارها تثمر. كانوا برشا ناس يتصوروا ولا شباب يتصوروا الا صاي من غدوه صارت ثوره من غدوه باش تصبح، لا، لازم برشا وقت، برشا خدمه، برشا صبر، برشا انضباط زاده، برشا مسؤوليه سواء عند الحكومه ولا عند المواطنين ولا عند الشباب ولا عند الشعب ولا عند الناس كل، عند النقابات زايد يكونوا مسؤول عندهم المسؤوليه الوطنيه. نفس الشيء في الجزائر،
يبدو أنها مش تمشي في نفس التمشي نحو الديمقراطية، والديمقراطية ستعم على بقية بلدان العربية بمعناها بكلها بدون استثناء. كل حاجة عندها بروتوكول، تنجح تزير تنجم تلقى تونس، ما نجحتش تنجح تونس تلقى تزير ما نجحتش. شوف شو على منين بديت انت، مش الكلام في الانتفاضة، بديت من تونس من البعزيزي لحمة ليبيا وتزير لحمة ليبيا وسوريا، تفافت لتونس وقعدت سوريا وليبيا لتوال الماكلة معها. يعني كل بلاد وعندها جوهر، مش من المفروض باش تنجح تزير تنجح تونس معها، نجم تكون تنجح تونس وما تنجحش تزير. كما تونس صعبتها فرنسا 50 سنة، تزير صعبتها 160 سنة، فما فرق ديفيرنس. صحيح أخويا ولا الدول يتشاركوا مع بعضهم يعني كيف كيف، يعني كنا ثورة واحدة، إذا كان حبوا بلادنا القديم لازمنا يد واحد. يعني شنو تعني لك الجزائر؟ الجزائر والله أنا بالنسبة بلاد نحب إن شاء الله نزورها ونمشي لها، يعني ما عنديش مشكلة. الجزائري تونسي جزائري كيف كيف، معناها كنا أولاد بلاد. ثم ناس عايشة من غادي، عايشة من الجزائر، كتبت الجزائر رايحة، برشا عائلات عايشين منها الجزائر، يجيبوا في ليسونس، يجيبوا في مازوت، يجيبوا في جبونات، يجيبوا في المواد الغذائية الكل، وتسقات لا سرقة لا خطفة، معناها بحر مالهم، فهمني؟ كي تبدا الجزائر داخلة بعضها وبتبيع باش تأثر تأثير سلبي على الجهات هذيك، سيرتو الجهات الحدودية، أبداها من جندوب وأنت ماشي حتى للقصرية، فهمني؟ وربي بقي على السلاح وكهو. لازم يكون الحل سياسي ما بين زوز الدول، ما بين تونس والجزائر. وكما نقولوا نحن اخوان نتفاهموا في بعضنا، وان شاء الله اللي فيه خير ان شاء الله ربي يسهل فيه. ان شاء الله مستقبل تونس والجزائر يكون افضل في اطار نوع من العلاقات، يلزمها الدبلوماسيه تتبدل، الاقتصاديه تتبدل، مش كان تونس والجزائر، معناها المغرب العربي الاتحاد المغربي يلزم يتفعل، لان كي يتفعل اكثر انفتاح على افريقيا، على افريقيا العمق، ومستقبل العالم اقتصاديا هو مربوط بالقارة الإفريقية وبالثروات الموجودة في القارة الإفريقية. تحسن العلاقات ما بين تونس والجزائر هو تحسن العلاقات مع أوروبا، مع الاتحاد الأوروبي، لأن نحن شنو ماناش بعاد على أوروبا، هو مضيق صغير 140 كيلومتر، حتى سباحة واحد ينجم يمشيها. دونك كل ما يكون ثم استقرار سياسي ومعها استقرار اقتصادي قد ما ينفع في مقاومة الإرهاب، في مقاومة التطرف، في التواصل، في الازدهار الاقتصادي، خاصة الازدهار السياحي. وتعرفوا أنت في 2011-2012 الأخوة الجزائريين شنو قدموا للبلاد التونسية على المستوى السياحي، أنقذوا الموسم السياحي رغم التهديدات الإرهابية ورغم المخاوف والمخاطر الأمنية وغيره وغيره وغيره. دونك استقرار تونس استقرار الجزائر، استقرار الجزائر استقرار تونس، نحن خيوة. يزم متنو المبادلات التجارية والحاجة نقويوها، وثانيا نفعلوا الاتفاقية متاع المغرب العربي الكبير ذيك، فهمتني، اللي من عام 89 وهي راخدة، فهمت. تو الجزائر عطت مثال للعالم، شوف كيفاش التنصيب تاع الرئيس نتاعهم كذا، وشوف التنصيب تاعنا احنا كيفاش، شوف هما كيفاش كنظام اللي فاهم كل واحد وكذا، حتى معناها الثورة نتاعهم معناها منظمة واحد كذا. حق تونس تاخذ العبره من الجزائر، تعلموا من الجزائر، احنا كل الجزائر علاقه تونس به مع الجزائر الكل او العالم يشهد بهذا، باش تصبح علاقتنا وطيده اكثر سواء سياسيا اقتصاديا اجتماعيا، شنو يلزم؟ يلزم ننسقوا مع الجزائر في كل شيء، قبل الجزائر ننسقوا معاه بالامور الامنيه وامور الاقتصاديه وامور الرياضيه. تو تشوف علاقتنا بارده احنا مع الجزائر، تو احنا لازم نستغلوا الفرص. شوف ودي تركيا توك اشتغلت الفرص مع ليبيا وكذا واحد كذا، واحنا قاعدين للتالي، احنا قاعدين للتالي في عاد نستغلوا، واحنا علاقتنا مع احنا اولى على متزاير، احنا اولى وليبيا احنا اولى، تونس اولى من تركيا ومن واحد. شوف تو البلدان الاخرى كيفاش معناها تضطر في علاقتها مع الجزائر وكذا، شوف دي المغرب التالي كيفاش تحب تحل حدودها معها، واحنا قاعدين نعربوا قاعدين نتفرجوا، وبعد يفوتنا التراه وبعدنا سي كل تاخذ اختها.